السلام عليكم الإخوة والأخوات، حياكم الله إنما كنتم، مرحبا بكم. أزل في اللون. اليوم الأحد، أول يوم من شهر مارس 2020، متواجدين أمام المستشفى الجامعي بجنيف. تحركنا على حسب المعلومات اللي كانت على التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وكذا، أن سعيد بوتفليقة قاموا بترحيل السفرية به إلى جنيف، إلى مستشفى جنيف في حال الطوارئ. احنا اليوم جينا للمستشفى، رحنا للريسبشن يعني للاستقبال، سألنا عليهم لأن أنا عندي شكاوي ضد هذا هو والعصابة تاعو، فحبيت نشوف إذا موجود هو حاليا في المستشفى الجامعي حتى نجيبوا الشرطة حتى تسمعوا في الغرفة تاعو بإذن الله تعالى، ومن بعد نشوفوا الأوامر المحكمة السويسرية شو راح تعمل فيه إن شاء الله. مع الأسف الاستعلامات ما حبوش يعطونا حتى معلومات، ودخلت إن كولاج أخرى يعني بينينا مخبو في إسمواتي، عارفة بوتفليقة شكون هو، قاعدة تلعب علينا. ومن بعد جاونا ثلاثة من جابتنا ثلاثة من الرجال من سيكوريتي، قالوا لنا ماذا بكم ما تصوروش داخل المستشفى وما تجبدوش كذا وكذا وكذا. وريت له أنا الأوراق تاعي باللي راني شاكي فيه في محكمة لاهاي، وشاكي فيهم في الأمم المتحدة، وشاكي فيهم في محاكم سويسرية. ومن بعد قالوا لي إذا ممكن دير التصوير خارج المستشفى باش ما ينصوروش الناس وكذا وكذا، جبدوا لي قضية يعني دوغميغ دوبو. معليش حنا خرجنا خارج المستشفى ورانا نصوروا الآن حاليا، قالوا لنا غير متواجد. نحن الآن إن شاء الله تعالى الإخوة اللي يخدموا في المستشفى راح يعطونا معلومات هل هو متواجد ولا مش متواجد. إذا هو متواجد نجيبوا الشرطة ونجي معاهم ونصوروا بإذن الله تعالى في اللايف ونسألوه أمام الشرطة السويسرية. أنا نداء نقولها لكم، بقايا من العصابة اللي راهي تحمي في عصابة، أي واحد تخرجوه لنا من الجزائر رايحين تلقوا ولاد الجزائريين رجال، ماشي الحركة ماشي الزوافة، حنا رجال عليكم، تلقوهم حنا نقارعوا لهم برا، حنا واقفين لكم هنا نعاونوا في الشعب الجزائري حتى يشوف الحق تاعو بإذن الله تعالى. فأنا أي واحد راكو حاكمينه من العصابة غير خلوه عندكم، لأنه لو خرجتوه وين ما يخرج لأوروبا بإذن الله نلحقه. يلحقه يوسف بعجة غير ما تخافوش، أنا ما رانيش طالبكم، القائمة راهي كبيرة والنضال تاعنا راهو كبير ما راهوش سهل وطويل، وإن شاء الله ربي يصبرنا ويقوينا عليهم برك هذا مكان. فأنتم خبوهم طلقوهم ما تطلقوهمش، ديروا واش تحبوا. إحنا قلنا لما تكون دولة العدالة والقانون وتكون الحرية فإن شاء الله تعالى سوف ننتصر بإذن الله تعالى. إنما ما عطوناش الحق والحرية في الجزائر، مع الأسف رانا تحركنا لمحاكم عالمية حتى نبين الحق والحقيقة. لو خلونا نديروا أمورنا وحلونا العدالة في الجزائر، كما بعد الناس البارح يتكلموا معايا ويقولوا لي راه وزير العدل دخل إجراءات وقضى، مدى به وزير العدل يخلينا في أقل أضرار، يخليني نجي نحاكم العصابة فقط، علاكو حامينهم؟ أنا راني خايف على روحي، تعطوني ضمانات ندخل بإذن الله تعالى نصفيهم لكم واحد بواحد، ماني طارق حتى واحد فيهم، كل العصابة. مهما يكون الرتبة تاعو بإذن الله، ولكن خلوهم عندكم هم ياكلوا ويشربوا في الحراش ولا في الفيلات ولا وراكو دايرينهم، الله أعلم وراهم حاليا، ولكن بإذن الله تعالى. هنا في أوروبا ما راهمش في أمان، عندهم الشعب الجزائري الحر، عندكم رجال خارج الجزائر هما اللي غادي يتكفلوا بهم بإذن الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.